الاختلاف طبيعي اخوان. يعني اليوم كل انسان بما فيهم المتحدث، انا اليوم عندي قناعه معينه، بعد فد سنتين ثلاثه بحكم النضج بحكم الخبره بحكم تجارب الحياه قناعتي يجوز ابدلها. فبالتالي انا ما يصير اجي، يعني انا بعد فتره اختلفت عن نفسي يعني، فبالتالي ماكو داعي نضوج صير انه اروح اقتل نفسي واروح احقد على نفسي. لا، ليش؟ امر طبيعي، الانسان مع نفسه يختلف، فشنو الضير ان يختلف مع الاخرين؟ الاختلاف طبيعي، بس التخالف مشكله. احنا المطلوب ان لا نتخالف. الاختلاف طبيعي، كل انسان خلي يختلف مع الاخر، ماكو مشكله. اختلاف كل واحد بحسب تجربته، بحسب عمره، بحسب دراسته، بحسب وعيه، بحسب ما قدم اليه من معطيات نشأته، كل هاي تحكم، نصدر احكام مختلفه. فبالتالي احنا لابد ان نتعايش مع المختلف. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف بين قلوبكم، ألف بين القلوب ولم يؤلف بين العقول. العقول خلت تباين، واحد عالم معالي، مفهم ما يفهم مو مشكلة، لكن القلوب متحابة. لما تكون القلوب متحابة تشوف متعلم والجاهل الكل متحابين، هذه المحبة يجب أن تسود. لذلك على المبلغ أن يتجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتواد بينهم. المنبر يجب أن يكون جامع